السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. لانتم اللي نزيد عليكم، كنتمنى من المهمات ديالي اخوتي واخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. قال لك ما حدا كتقاقي وهي كتزيد في البيض، حنا غاديين وكنسمعوا في الكواليس المكولسه. اجيو تعرفوا شنو واقع، عاد كيجيو حنا الكواليس ديال هاد الصلح وهاد اللقاء وكيفاش بدا هاد الشيء ومن امتى بدا وشكون اللي تدخل في هذا الصلح والاوامر اللي تعطات وكيفاش المكالمه شكون كان فيها. بزاف ديال المعطيات اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو، واشنو المقابل على السعادة التنازل، اشنو المقابل اللي تعطاها، واشنو الشروط اللي شرطات، كلشي غادي نوضحه لكم في هذا الفيديو. كيما جاتني الكواليس كيما غادي نحطها باش جاي باش ضايع. كذلك غادي نجاوب الناس اللي كيقولوا لينا في التعاليق كيقول لك علاش لبنى ما معالجهاش الهجوم بزاف بكثر ما جاب السعادة هذا الهجوم. لبنى اول حاجه ما كذبتش على المتابعين ديالها، انا ماشي كندافع على لبنى، بجوج هما كيسواوش، لا هادي لا هادي. دابا من عندي انا بجوج هما كيسواوش، غير واحد القضيه باش نكونوا حقانيين. لبنى ملي بغات دير الصلح طلعت معها الروباله، طلعت معها الروباله وكبرت بالروباله ودخلت معها الروباله في الخط. علاش ما سعاد ما دخلتش حنا البانوراما؟ حنا كنعرفوها ملي كتحتاج شي حاجه ولا شي استشاره قانونيه ولا شي حاجه ديال المحاكم ولا دي كتتواصل مع الاخت حنان. علاش ما طلعتش وقالت لهم لا يكون ملي نتشاور مع القنوات اللي معايا نكبر بهم؟ غير كبري بهم، غير كبري بهم. حنا عارفين حنان ما غاداش تطلع، والله حنان لا طلعت معك ديك لابي ولا طلعت فيها، بالله غتقول لك الله يسهل عليك، ولكن غير كبري بها على الاقل، غير كبري بها. كيما ملي كتمشي عندها كتبكي ديما، هذه ثاني مره كديرها لينا. داك المره ملي كانوا جاو عندها السبيطار كنتو عقلتو السريعه ودخلتهم وما قالتهاش حنان، قالت لها ما فخباريش. ودابا كذلك نفس القضيه كتعاود قضيه الصرخ، دات القرار ديالها سميتها لبنى كبرات بالقنوات اللي معاها، ما خرجاتش البارح بعدا، هذا بحد ذاته عطاتكم عطاتك العصير، هذه بحد ذاتها دققات الى كنتي لبنى ما غبرات البارح ما خرجاتش باش ما تعرضش للهجوم، مع العلم ان لبنى راه من حقها باغات التنازلات. اذا سعاد اللي غالطه راه ماشي لبنى، سعاد السريعه بغات التنازلات ديالها، كتقلب على التنازلات ديالها، راه سعاد اللي غلطات اللي غادا كتعطيها في التنازلات باغا دير معاها الصلح وباغا دير وباغا دير، باش تكونوا حقانيين. كبرات بالقنوات اللي معاها، حنا اللي تهانينا السريعه ما خرجاتش البارح وهانت المتابعين ديالها وقالت لهم خرجوا عليا انا باغا نتصالح مع الناموسة، ما قالتش لهم اصحاب القنوات ما عاد باغا نخدموا بالبوز ديالي والبزبوز ديالي، هي فايته معايا القنوات اللي معاها. ولكن كنهضر لكم على هادشي اللي وقع البارح. علاش الهجوم كاين على سعاد بزاف؟ لان هي اللي غلطات من الاخر، سعاد اللي دايره الغلط، سعاد اللي ما كبراتش بينا، سعاد اللي هانتنا، سعاد مرمدات الكرامه ديالنا. لا اصحاب قنوات ولا متابعين، انا مع الصلح والله القسم للصلح وخير يتصالحوا ويتناسلوا، غير ماشي بهذه الطريقه، غير ما تضحكوش علينا بهذه الطريقه وما تصغريش بالقنوات اللي وقفوا معاكم، وما تكونوش كتعضوا اليد اللي تمدات ليكم. انا غادي نقول لكم امتى بدا هذا الصلح، سمعوني اخوتي في هذا الفيديو راه غيكونوا فيه على الكواليس متخسخه. عقلت نهار اللي سعاد تلاقات هي ولبنى حدا المحكمه وجلسوا تحت الشجره بساعه وعطاتها سعاد الليمون، من ثم هضروا على الصلح والتنازلات ونجمعوا علينا هذا الشيء. اشنو كانوا الشروط ديال سعاد؟ هي تخلصوا على الكريديات اللي عليها وشي دار راهنها سعاد، قسما بالله لا الكواليس وصلتني عقبيله ان سعاد تخلص هذيك الدار اللي راهنا شي دار يخلصوا لها الكريدي ديال ديك الرهينه ديالها بالمقابل. كان ديك الساعه مفاوضات، ملي تلاقى مفاوضات من مفاوضات قالوا لبوكريشه، قال لهم بوكريشه مرحبا نجلسوا معها، قال لهم بوكريشه جلسوا معها اطابل طابله وتفاوضوا معها على الفلوس. من بعد اشنو ردوا على سعاد؟ قالوا لسعاد راه بوكريشه موافق راه باغي يجلس معاك في الطابله ويتفاوض وياك. ناضت سعاد دارت لينا حنا؟ قالت لينا حكا راه ولادي بغيت نشوف بوكريشه على قبل ولادي، بغيت نشوف بوكريشه عند الاجراءات حكا من حق ولادي يشوفوا باهم حكا هادشي حكا هادشي باش تمشي تشوف بوكريشه هي وتهضر معاه. فهمتوا؟ وانا غنقول لكم على السريعه ما خرجتش البارح، والسريعه من حقها، سريعه مطوره، سريعه ذكيه. السريعه ما خرجتش البارح قالت لهم انا ما نخرجش، راه نايضه في الكواليس، دابا نايضه في الكواليس، نايضه راه الصلح يقدر ما يكملش، وانا واخا ما يكملش ما نبقاش نثق في سعاد. قالت لهم السريعه، قالت لهم السريعه انا ما نخرجش، انا ما كنثقش في سعاد، انا ما نخرجش تنكون دايره التنازل في يدي عاد نخرج للمتابع. هذه الهضره كاينه في الكواليس. لبنى ما بغاتش تخرج، قالت لهم انا ما بقيتش نثق في سعاد، فايته دايرها بيا ديك المره
ما نعاودش نخرج نضل نقول لهم التنازل ولا الصلح، انا ما في يدي والو. دابا كيتسناو غدا، الا لاحظتوا الروبة لا ما خرجت البارح وما خرجتش اليوم، ولا يعقل ان هاد الضجه كامله واقعه وموضوع الساعه والروبة لا ما تهضرش في الموضوع وهي كانت طرف في القضيه ديال الصلح. كيتسناو حيت جات مع الويكاند، كيتسناو غدا الاثنين يشدوا التنازل عاد غيدافعوا على سعاد، فهمتوا؟ ما بغاوش يدافعوا عليهم دابا، سكتوا. كاين بعض القنوات اللي خرجوا كيدافعوا عليه، ولكن كنظر على الطرف اللي كان في الصلح اللي هي الروباله والسريعه ما خرجوش. علاش؟ كيتسناو ما دايرينش فيك الثقه، مازال ما تيقنش فيك 100%. تتحط شي جا غدا الاثنين وتمشي معاهم وتعطيهم التنازل، عاد ديك الساعه غتشوف التباوري ديك على حقو طريقو، ولو يدافعوا عليك شي، ولو يدافعوا عليك والله المتابعين ديالهم عمرهم ما يبغيوك لا يكبروك حاقدا عليك. واش هادو اللي كيقولوا لك عاهره، كيقولوا لك مسطي يا سحاله، عاد غيتثقوا فيك مره اخرى، غيتعاطفوا معك واحد اليومين. علاش؟ غيشجعوك باش ديري التنازل السريع، لانهم كيبغوا السريعه وما كيبغوا لها مصلحه حتى وادي وادي، غيشجعوك يبيعوك العجل. اما المتابعين الحقيقيين خسرتيهم، الناس خسرتي المتابعين ديال الاعوام وانت كتجمعي فيهم، خسرتي هاد المتابعين. والمتابع راه ماشي قاطع، راه كيفهم وكيميز القنوات ديال المصداقيه والقنوات اللي كيكذبوا واللي ما كيكذبوش، راه عندهم عقل وكيميزوا. هذاك المتبع اللي هنتيه البارح راه منهم دكاتره، منهم اساتذه، منهم محامين، بزاف ديال الناس متبعينا، تحيه لهم من هذا الفيديو. اللي انت بغيتي تستحمريهم البارح خرجوا من عندي، بحال المتابع هو اللي مزيدك، وليتي كتستفزين البارح، بحال المتابع هو اللي يزيدك لهذا الشيء. ولكن السريعه طلعت ذكيه، الذكيه بمعنى الكلمه، انا كنقولها وكنرفع معكم التحدي. قالت لي ما نخرجش دابا، ما باغاش تلقى الهجوم، تيكون التنازل في يدها، ما تيقاش في سعاد، ما تيقاش فيها ابدا. اما سعاد الضبعه ولا المبهله خارجه كتجري حاله لايبه، آه خرجوا عليا، غتمجهد تياس لي عفانه، ولا فوق 10 لي سعاد ولا كذبت. خارجه كتهي المتابع، قنوات كيدخلوا عندي فوكونت علينا حنا زعما صحاب فوكونت، باغي البزبوز. واش نقول لك السعاد؟ ياك انت كنتي كتقولي راه باقا عندي المقاطع، قلتي انا هاد الموضوع ديالي قضيتي بغيت نردها قضيه راي عام. ملي كان كتقول لك بنتك جمعي واتصلت لك لبنى قالت لك جمعي، البنات ضحيه، البنات ضحيه ديالك انت وبوكريشه والسريحه. من الاخر البنات ضحيه ديالكم، دوك البنات الله يجعل ذنوبهم وليدات الله يجعل ذنوبهم عليكم ان شاء الله. ملي قال لكم جمعوا هادشي والمتابعين الناس كانوا جمعوا الخنس ديالكم، قلتوا لي من لا، اول وحده احلام، يوميات احلام تحيه لها، قالت لك سعاد جمعي هادشي، قلت لها لا انت ما باغاش ليا مصلحتي، انا باغا هادشي ردوا راي عام. وملي كيهضر القنوات واللي دافعوا قال لا باغا نتاجروا بيا وتدخلوا عليا ميمي، في اخبارك الا ضربنا فكره غندخلوا عليك اكثر من ميمي، راك خنزتي اليوتيوب بهاد العفن ديالكم، بهاد الوسخ ديالكم، بهاد العائله المسخه. انتم ما كتشرفوش العائلات المغربيه، عائلتكم مسخه، من النوعار شلاقم الجميل شلاقم البغل، عائله معفونه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، عائله مسخه. كنتي عزيزه عليا وكنت كنحترمك وديرك واحد المرتبه كبيره، ولكن خيبتي ظني فيك وخيبتي ديك الثقه اللي دار فيك المتابع ودار فيك صحاب القنوات، وما رديتيش الاعتبار. شي انا كون كانت مثل الاخت حنان بانوراما ولا شي واحد من الاخوات معك في الصلح، والله ما يبقى فيا الحال، ولكن يبقى فيا الحال. علاش هنتي بديك الطريقه وانا كنشوف حنان كيفاش كدافع عليك بحرقه، وكيفاش كاملين دافعنا لك بحرقه بزاف، ولكن حنان كانت بزاف كما كتشوفوا هادشي ديال المحاكم والحصريه وهادشي، كانت حنان التواصل مع الاستاذه، حنا ما كانش عندنا تواصل مع الاستاذه، ما والو ما عبرتيهاش والو، لا حقرني حتى سالات ومعيطه لحنان، حنان الو هذا طلعت الروباله، حنان قالت الله يسهل عليك، حنان ما عليها والو، حنان قالت الله يسهل عليك. وهادشي في صالح حنان بانوراما، لان كانوا كيقولوا لحنان انت كتحكمي فيها وكتديري ليها وانت كديري ليها، هادشي في صالح حنان. حنان تبرأت البارح، حنان تبرأت من ديك التهمه ديال كيقول لك كتسيريها وكيتحكموا فيك. هنا تعرفوا ان سعاد كدير اللي قالها الطنطون ديال راسها، ما كتسناش شي واحد اللي يقول لها متبع هذا تزيد الهاويه، فهمتي؟ ثم الصالح بين قولي عا قولي باغا نتصالح معاها، قولي باغا نرجع لبوكريشه، والله ترجعي لبوكريشه قسما بالله العلي العظيم، الى كلكم خاصكم العقاب. انت ما راجل ابن المحارم وغترجع لي، راه شوفوا الى رجعت ليه راه كارثه، الى رجعت سعاد لبكريشه انا خوتي راه صافي، غنهز يدي البيض، غنهز يدي الرايه البيضاء مع هادو. الى مشات رجعت ليه انت كتقولي هو 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 وغترجع لي وباغا تشوفيه،
قدرتي لهذه شرحوا لنا هذه. انا ما لا شرحوا لنا، كنا منطقيين واحد شويه، بنادم يكون منطقي. راه السارعه خايبه والسعاد خايبه وكريشه خايب من الاخر، عائله عره الله يستر. تحياتي لكم اخوتي الاعزاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، وخلوا لي الاراء ديالكم في التعاليق.